تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة التوقعات. كتار منكم شاهد توقعاتي ببداية السنة نهاية 2021، وحكيت أنه بال 2022 رح نشهد انهيارات مالية في العالم، وكمان هيدي المعالم والملامح يلي رح نشوفها قريبا، وحكيت كمان عن أن الدولار سيفقد قيمته عالميا، وهيدا الشيء كمان رح نشوفه بالمرحلة يلي قربت أنه يتحقق هيدا التوقع. فنظام مالي خارج الدولار نحن قادمين عليه، وكمان سنة 2008 بكل ملامحها قربت أنه نشهدها، وكمان حنشوف استهداف مباشر للبنك المركزي بلبنان وكبرى المصارف اللبنانية قانونيا. أدلكم بألف خير وباي باي.